لأن في طائرات إسرائيلية مرت في أجواء السودان عملت منها الجزيرة قصة وزيطة وزنبليطة، ولكن وجود مكتب إسرائيلي وعلم بنجمة داود وزيارات إسرائيلية على مختلف الأصعدة سواء في قطر أو تركيا أمر عادي، ما في أي قصة تستحق التغطية يبدو من وجهة نظرهم. وبنفس الأسلوب تتعامل مع البحرين اللي بتعتبرها قطر عدوها الأول. أذاعت الجزيرة خبر عن متظاهر ضد إسرائيل وأنه المحكمة البحرينية عاقبت المتظاهر. القصة الكاملة أنه محكمة الاستئناف العليا بالبحرين أيدت سجن بحريني لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب إغلاق طريق السيارات بالكامل وإشعال النار في وسطه وأخل بالأمن العام وعرض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر. لكن الجزيرة قدمت الحكاية أنها بطولة ضد إسرائيل. طيب، للحديث أكثر عن هذا التناقض وازدواجية المعايير في تغطية وسائل الإعلام القطرية ينضم إلينا عبر سكايب من ستوكهولم الصحفي عبد الجليل السعيد. أهلا فيك معنا أستاذ عبد الجليل. يعني هذا التناقض لسنوات الناس بيتحدثوا عنه، لكن في نفس الوقت تتحدث الجزيرة عن المعايير في الإعلام وعن الصحافة وأبجديات الصحافة وما إلى ذلك. هذا التناقض بين حديثهم وبين ما يلاحظ الناس من تناقض في تغطيتهم، كيف نقدر نفسره؟ مرحبا أستاذة سارة والسادة المشاهدين. الحقيقة هناك فرق كبير بين نقل الخبر وبين صناعة الخبر. ما يجري اليوم في وسائل إعلام قطر وفي ما نسميه اصطلاحا دكاكين عزم بشارة الإعلامية هو صناعة للخبر. الهدف من صناعة هذا الخبر هو الإساءة للمملكة العربية السعودية، لدولة الإمارات، للبحرين، لمصر الشقيقة، يعني بالمحصلة شيطنة للعالم العربي. ولكن في الوقت نفسه هذا الأمر أعتقد بأنه أفاد الوعي العام العربي. اليوم أصبح الناس يتندرون في الأحاديث أو ينكتون كما نقول بالعامية الشامية، لما واحد يحكي يقول له أنا شايف حكيك صاير مثل أخبار الجزيرة، يعني لأنه أصبحت أخبار الجزيرة مادة للتندر. والتناقض القائم هو أنك تحاول أن تشيطن الآخر وأنت في نفس الوقت يعني تمارس أمور أسوأ من ذلك. فلنسأل على سبيل المثال دولة قطر، لماذا يتكدس عشرات الفلسطينيين يوميا في مطار قطر، يمنعون من دخول قطر، بينما الإسرائيليون يدخلون بدون أي حاجة حتى لختم جواز أحيانا فضلا عن فيزا؟ لماذا يسجن الفلسطينيون في مطارات تركيا؟ يعني الآن لو ركبنا طائرة وذهبنا إلى أي مطار في إسطنبول أو في غيرها، عشرات الفلسطينيين من الضفة والقطاع ومن فلسطيني لبنان وفلسطيني سوريا مسجونون في المطارات لكي يتم ترحيلهم إلى الأردن أو إلى لبنان أو إلى دول أخرى، بينما الإسرائيلي يسوق ويتجول في هذا البلد. طيب أستاذ عبد الجليل، يعني خلينا نكون كمان صريحين. طيب التغطية اللي على الشاشة، يعني يمكن أوكي الأوامر جاية كده غطوا كذا وخلاص غضوا النظر عن مثلا خلينا نقول قطر وتركيا، لكن هناك كمان أيضا هجوم آخر تقوم بالجزيرة عن طريق إعلاميها والموظفين فيها على مواقع التواصل. فالهجوم اللي بيصير على الشاشة أيضا بياخذ مساره ومجاله على مواقع التواصل، هل تعتقد أنه في أوامر بهذا الشيء أم أنه هي يعني مبادرة شخصية من الموظفين في القناة؟ يعني الحقيقة أنا مرة طالبت في مقال بفتح ممرات آمنة داخل قناة الجزيرة. للأسف كثير من الزملاء الإعلاميين الذين يتصدون لهذه المهنة ربما يقومون بهذا الجهد التشبيحي الذي هو في إطار تنمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا في تويتر، من باب ليس فقط المزايدة إنما من باب توزيع الأدوار. هناك أدوار موزعة، شهدنا قبل أيام مذيع في قناة الجزيرة يحرض على القتل، شهدنا مذيعة في قناة الجزيرة تتحدث بأسوأ العبارات عن دول عربية بعينها. تأليف الأخبار، هذا الدور أصبح دور منوط ببعض المذيعين، حتى أنه في مذيع في قناة الجزيرة أو مذيعة رفض مرة على وسائل التواصل الاجتماعي أن يقوم بهذا الدور وانتقد زملائه وهو جلال شهدة، يعني حتى نسمي، أنا أعرف المعلومة والرجل حدثني بها شخصيا قبل سنتين. فجاءت توجيهات من عزم بشارة بدراسة ملفه والتعجيل بطرده. فالرجل
ذهب في هذا السياق وصار يتنمر مثله مثل الآخرين. فالحقيقة أنه في خلافات أيضا أستاذة سارة بين العاملين جوا قناة الجزيرة، يعني هو صراع يعني صناعة الخبر أحيانا، أن تكتب أكثر، أن تؤلف أخبارا أكثر، أن تكون يعني أستاذ عبد الجليل، يعني شاهدنا أصلا وثيقة متداولة على مواقع التواصل لا نعلم مدى صحتها، وحتى غردت بها العربية على أنها وثيقة متداولة عن خلينا نقول مكافآت مالية للمذيعين والعاملين في القناة، يعني مبالغ شفناها مهولة، مكافأة أعلى شيء كان $400,000 على ما أعتقد، وأقل شيء كان $100,000، يعني هذه مبالغ ضخمة. إلى أي درجة تعتقد أنه فعلا في مكافآت على هذا النوع من النشاط؟ يعني نحن لا نعرف هل الوثيقة حقيقية أم مفبركة، لكن إلى أي مدى أنت تعتقد ذلك من وجهة نظرك؟ لأنه هذا الاستبسال في الهجوم عجيب على مواقع التواصل. يعني أنا بحسب معرفتي الشخصية بكثير من السوريين الذين يعملون في قناة الجزيرة، أنه هذه المبالغ كما قيل لي أصغر من الواقع. هناك مذيعين في القناة الآن لا يتحدثون فقط عن أجواء المشي في سوق واقف أو شراء شقة في منطقة كتارة، إنما شراء طائرات خاصة وشراء استثمارات في أوروبا وفي تركيا. أعتقد الأرقام لسه على مبدأهم، هم ما خفي أعظم، ولكن هو الأمر قائم على إنه هذا المال القطري أصبح بنظرهم منهوب، مسلوب، مال سايق. فكل واحد يحاول أن يكسب أكثر، أن يسرق أكثر، أن يزايد أكثر. وأعتقد بأنه تناول حتى الكوميديا العربية في العام الماضي، تم تناول هذا الأمر بإطار كوميدي، ولكن هذه الكوميديا كانت أصدق إلى الواقع، لأنه في صراعات. يعني أكثر من 4 أو 5 شخصيات من الإعلاميين في داخل هذه القناة لا يتكلمون مع بعضهم أستاذة سارة، بينهم مصارع الحداد. يعني ربما أنا كتبت قبل مرة التغريدة على تويتر، قلت فيها أنه ربما الأجواء في الدوحة تحتاج أحياناً لمقارنتها في أجواء أخرى، يعني هي أجواء خصومة. يكتبون بعضهم التقارير، يعني في مذيع كتب بزميلته المذيعة تقرير أدى هذا الأمر إلى ترحيلها وطلاقها من زوجها. يعني في قضايا أكثر، في تزوير في الأسماء، يعني في 4 مذيعين أخوة في الجزيرة، كل واحد منهم مسمي الكنية شكل تبعه، ولكن هم أخوة. فيعني هناك تزوير حتى في الأسماء، يعني هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا بناء على توزيع الأدوار. حتى أنه يعني المخابرات القطرية أحدثت مفرزة أمن لها داخل الجزيرة، ليس لحماية العاملين أو لمناقشة الداخلين والطالعين، لا لا، صدقيني هناك مفرزة رأيناها بأم العين حينما كنا نذهب. هذه المفرزة شأنها أن تراقب مستوى العاملين، خصوصا بعد المقاطعة لقطر في مستوى العداء والشيطنة والهجوم على الدول التي قاطعت قطر. أعتقد بأنه من يحاول اليوم في الجزيرة أن يشيطن العرب أو أن يزعزع أمن الخليج من خلال الإعلام، إنما أسقط نفسه وضحك الناس على حاله. اليوم الجزيرة عبارة عن تشبيح مستمر وتنمر في اختيار الأخبار. هناك فرق بين نقل الخبر وبين صناعة الخبر. نعم نعم، نشكرك على هذه المداخلة. كان معنا من ستوكهولم الصحفي عبد الجليل السعيد، شكرا لكم.